محدش بيتولد شيطان ومحدش بيتولد ملاك. الظروف والمجتمع اللي احنا عايشين فيها بتعمل مننا الملاك والشيطان. انا فؤاد الشرنوبي فتحت عيني على الدنيا لقيت نفسي لوحدي، لا ام ولا اب. اتربيت في الملجأ، ولما عمري وصل ل 14 سنه هربت من الملجأ لاني كنت شايف الملجأ زي السجن، سور كبير وقوانين بتحكمنا. فكنت دايما بسأل نفسي سؤال، ليه اتحاكم على جريمه ما عملتهاش؟ وهربت من الملجأ وعشت حياة كلها تشرد، أكل من الزبالة ونوم تحت الكوبري. وطبعا الحياة دي ما قدرتش أستحملها، وكان لازم أهرب من الحياة دي كمان. وملقتش قدامي غير طريق السرقة. أول مرة سرقت فيها شفت ست برنسيسة ماشية في الشارع وشايلة على كتفها شنطة، ومن غير ما أفكر شديت الشنطة من على كتفها وجريت، ولقيت في الشنطة فلوس كتير قوي. ودي كانت أول مرة أمسك مبلغ كبير كده، ومن بعدها أدمنت السرقة وبقت السرقة شغلي وكل حياتي. اتسجنت اكتر من مرة ومع ذلك ما بطلتش السرقة، ولحد النهاردة وانا بسرق وهفضل اسرق لحد ما اموت.